يزال قرار الجزائر قطع علاقاته الدبلوماسية مع المغرب يثير ردود أفعال دولية ومحلية. فبعد هذا القرار الأحادي الجانب الذي أعلن عنه الثلاثاء الماضي، أوضحت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ أن المغرب يأسف لقرار الجزائر هذا الغير مبرر والغير متوقع أيضا، وذلك بالنظر إلى منطقة التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة وكذا تأثيره على الشعب الجزائري. وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية ستواصل العمل بكل حكمة وكل مسؤولية لتطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف الأستاذ نوفل بوعمري، محام وناشط حقوقي. أهلا وسهلا أستاذ بوعمري. أهلا وسهلا. إذن أستاذ بوعمري، المغرب ينتهج دائما سياسة اليد الممدودة في علاقته مع الجزائر، وفي وقت تعيش فيه دول الجوار من بينها تونس وليبيا أوضاع غير مستقرة، كيف ستزيد هذه القطيعة اليوم التي تعلنها الجزائر من التوتر والاستقرار الذي تعيشه دول الجوار، وكيف ستزيد من إعاقة هذا مسلسل الاندماج المغاربي الذي سيفتح أبوابا تنموية كثيرة أمام مختلف بلدان المغرب العربي؟ لابد من التأكيد بداية على كون أي بناء مغاربي في المنطقة لا يمكن له إلا أن يكون من خلال تقارب مغربي جزائري، ولذلك ظل المغرب على مستوى الخطب العاهل المغربي على مستوى بيانات الدبلوماسية المغربية تؤكد على هذا المعطى وتؤكد على أهمية أن يكون هناك تقارب مغربي جزائري يطوي جل صفحات الخلاف الماضي ويتجه بالبلدين وبالشعبين نحو المستقبل. ويمكن القول على أنه الخطاب الخارجي المغربي كان فيه هذه الروح التي تحدثنا عنها قبل قليل، كما تم تأكيد على هذا الروح باتجاه نحو المستقبل بشكل جماعي من طرف مختلف الخطب الملكية منذ سنة 2008 إلى الآن، والمغرب يطالب بفتح الحدود لأن إغلاقها يعود بالضرر العكسي والسلبي على الشعبين. المغرب ظل منذ 2008 كذلك يطالب بحوار شامل مفتوح بدون أي قيود بدون أي شروط ما بين القيادة المغربية والقيادة الجزائرية، لكن دائما يمكن القول على أنه دائما رد فعل الجزائر اتجاه الدعاوى المغربية كان رد فعل عنيف جدا. نعم، طيب أستاذ بوعمري، في هذا السياق كيف ترون هذه المبررات التي قدمتها الجزائر لتستند إليها في خطواتها لقطع العلاقات مع المغرب؟ ودبلوماسيا كيف سيتعاطى المغرب مع هذه الاتهامات الغير مبررة، غير يعني مسألة رد وزارة الخارجية المغربية والتي قالت إنها أخذت علما بهذا القرار؟ يعني كيف ترون أن الرد يجب أن يكون اليوم من قبل المغارب قانونيا؟ أولا على مستوى المبررات التي قدمها وزير الخارجية المغربي في مضمون ندوته الصحفية وفي مختلف العناصر التي قدمها، سنلاحظ على أنه ليس هناك أي مبرر واقعي للموقف الدبلوماسي التي تم التعبير عنه من طرف الدولة الجزائرية. المغرب لم يقم باحتضان أي حركة انفصالية، المغرب اتخذ مسافة من الحراك الشعبي الجزائري على المستوى الرسمي، المغرب لم يقم بالتشويش على العملية السياسية التي قادتها الدولة الجزائرية منذ انطلاق الحراك الجزائري، المغرب نأى بنفسه عن الأوضاع الداخلية الجزائرية. ويمكن القول زعما بصريح العبارة أنه يعني إذا ما يعني قاربنا الطريقة التي تعاملت بها الدولة الجزائرية مع المغرب، فالمغرب هو الذي كان يجب أن يطالب بقطع العلاقة منذ زمان. أستاذ بوعمري، ليس اليوم فقط رد المغربي على مستوى الخارجية المغربية. هنا يعني المغرب تحدثتم عن كون المغرب ينأى بنفسه عن التدخل في شؤون جزائرية بحتة، وطبعا الجزائر ثابتة يعني غير ما مرة أنها تتدخل في شؤون مغربية وشؤون مرتبطة بالسياسة المغربية والسيادة عفوا المغربية ودعمها المتواصل لجبهة البوليزاريو. هل ترون أن الشعب الجزائري اليوم ما زال يقبل هذه المبررات البائدة التي يستعملها النظام الجزائري من أجل الهروب من أزماته الداخلية؟ وهل ما زال يعني النظام الجزائري يستطيع أن يقنع الشعب اليوم ويصرف انتباهه عن أزمات داخلية اقتصادية وسياسية تتمخض فيها البلاد ويهرب إلى عداء مفترض مع المغرب دون أي مبررات يعني منطقية وتحمل من الصحة يعني ما يسكت الأفواه؟
الأفواه. أولا الدولة الجزائرية لن تدعم فقط ميليشيات بوليزاريو، الدولة الجزائرية طيلة 40 سنة وهي تقوم بتسليح ميليشيات بوليزاريو. الدولة الجزائرية وفرت أراضي جزائرية للتحرك العدواني العسكري لميليشيات بوليزاريو ضد المغرب. الدولة الجزائرية من خلال إعلامها استهدفت الرموز الوطنية المغربية، ولكن طيلة هذه السنوات وطيلة 40 سنة المغرب ظل هادئا تجاه هذا الفعل الغير مبرر من طرف الدولة الجزائرية تجاه المغرب، والذي استهدف وحدته الوطنية، والذي استهدف إعلاميا رموزه الوطنية، والذي استهدف يعني المغرب وحاول جر المغرب إلى مستنقع مواجهة إعلامية ومواجهة سياسية. على المستوى الداخلي وعلى المستوى الداخلي الجزائري يجب، وممكن البلاغ ديال الخارجية الجزائرية كان ذكيا في هذه النقطة عندما توجه للشعب الجزائري وعندما أكد على أن اليد الممدودة للمغرب ملكا وشعبا هي ما زالت ممدودة للشعب الجزائري، وعلى أنه يتطلع للمستقبل مع الشعب الجزائري من أجل تجاوز الخلافات الماضية. هذا النقطة التي أشار إليها خطاب بيان الخارجية المغربية كان جد ذكي في تعاطيه مع الوضع داخل الجزائر. اليوم الحراك داخل الجزائر وعموم الشعب الجزائري بمختلف أطيافه السياسية وبمختلف نخبه ومثقفيه واعين جميعا على كون الدولة الجزائرية وعلى كون نظام جزائري. كلما اشتد الخناق السياسي على المستوى الداخلي وكلما ارتفعت أصوات المطالبة بالتغيير وبالإصلاح السياسي وبانتقال سلمي ينتقل من الدولة الجزائرية من دولة عسكرية إلى دولة مدنية، إلا وحاول جر المغرب للعبة المواجهة وإلا حاول التشويش على هذه المطالب الداخلية بوجود عدو وهمي خارجي هو غير موجود في الواقع. الشعب الجزائري على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، الصفحات التي يعني تدعم الحراك الجزائري على مستوى الداخل هي اعتبرت القرار ديال الذي تم التعبير عنه من طرف وزير الخارجية الجزائري هو قرار لا يلزمها من الناحية الإنسانية تجاه الشعب الجزائري، وهو لا يلزم مطالب الحراك الجزائري. العديد من النخب السياسية اليوم داخل الجزائر منذ أمس واليوم قدمت عدة رسائل إلى الشعب الجزائري وإلى الشعب المغربي تؤكد فيه على أنها غير معنية بالقرار الدولة الجزائرية. نعم. يوم أمس كانت هناك وقفة عفوية لساكنة جزائرية في الحدود المغربية الجزائرية تطالب بفتح الحدود. هذا رد فعل الشعب الجزائري ورد فعل الشعب كذلك يعني المقابل له من طرف المغاربة. نعم. عموما حول فتح الحدود، حول تجاوز الماضي، هو الرهان على الشعبين، رهان على الشعب الجزائري ورهان على المستقبل. لذلك أعتقد أنه بيان الخارجية المغربي في هذه النقطة كان جد ذكي وقدم المفتاح. نعم. الذي يمكن من خلاله البلدين أن يتوجه معا إلى المستقبل الجماعي والمشترك. طيب نشكركم على كل هذه التوضيحات، كنتم معنا ضيفا الأستاذ نوفل بوعمري المحامي والناشط الحقوقي، شكرا على حضوركم معنا. شكرا.